واحده، فاحاول اقول حاجه من اللي ما اتقالش لسه، بس هي مهمه جدا الكتاب ده. القضيه اللي بيناقشها الكتاب هي ايضا بتهم الجيل الحالي، واجمل ما في هذا الكتاب انه بيعرف الجيل الشباب الصغير ما هي زياده في حد ذاتها باعمالها، لانه في كل فصل تقريبا بيتعرض لجانب من جوانب اعمالها وبيذكره، سواء كتاب ليها او اسلوبها او مقال ليها او نشاطها الصحفي. وبالتالي اعتقد ان هو كتاب يجب ان يوجه للجيل الشاب ايضا، بالرغم من انه الناس اللي قتلوها يعني أعمدة مهمة جدا في الثقافة، لكن أعتقد أيضا إن الجيل الحالي ما يعرفهمش. وبالتالي جميل جدا الأستاذ شعبان يوسف بيأتي كل فصل، لأن هو بيقدم لنا هذه الشخصيات، بيقدم لنا دورهم نشاطهم، وبيقدم الحاجات بطريقة تعتبر فيها نوع من الدراما، لأنه بيرتفع فيهم بشدة، خصوصا أنور معدني، وبعدين يفاجئنا برأي يخلي الغضب غضبين، ان هو شخص ناقد وبيفهم في هذا النقد، ومع ذلك يقف عند اشياء متعصبه جدا. الحقيقه انا اعتقد ان هو الطريقه بصغر هذا الكتاب زي ما استاذ يوسف قال، دكتور يوسف قال، ان هي على قد صغره على قد ما هو ماشي بكذا خط. خط التحقيق الرئيسي في ماذا كيف تأثرت ماي، والخط اللي يعرفنا بقيمة ماي الأدبية انتصار ليها على المستويين، مستوى إن هي بنقول كيف ظلموها، ومستوى إن احنا بنعيد تعريفها، بيعيد تعريفها الكتاب. فأتمنى يعني إن هو الكتاب توجه يلقى الاهتمام فيه على جميع الأعمار.